السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة عالم سارة يوسف. كنت من الفيديو ديال اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. بالنسبة للوصفة ديال اليوم هي الكاب كيك، كيجيو خفاف وناجحين، يصلحوا الكوتي، يصلحوا الفطور، غيعجبوا وليداتكم ان شاء الله، بمكونات جد بسيطة وموجودة في كل بيت وبمقادير مضبوطة. ما غنطولش عليكم، غندوزوا المقادير والطريقة في نفس الوقت. اول حاجة غنحتاج جوج ديال القطع ديال الجبن اللي متلت، غنزيد عليه الحليب. عندي هنايا تقريبا 60 مليلتر ديال الحليب، تقريبا نص كاس ديال العنبه. غنخلطهم جيدا، نقدروا نديروهم في الخلاط الكهربائي، نطحنوهم جيدا حتى ما يبقاش قطع ديال الجبن في الحليب، وغنخليوه جانبا. وغنمشيو ناخذوا بيضه اللي تكون بحراره المطبخ، غنزيدوا لها شويه ديال الملحه، غنضربوها واحد شويه. غنستعملوا غير الطراب اليدوي، ما نحتاجوش الطراب الكهربائي. غنزيد هنايا 50 غرام ديال السكر حبيبات ولا سنيده، تقريبا 3 حتى ل 4 المعالق ديال سنيده بالنسبه اللي ما عندوش الميزان. غنخلط مزيان حتى يذوب ليا السكر جيدا في داك البيض. هنا غنزيد سكر الفاني، تقدروا تعوضوا بقشور البرتقال ولا الحامض، حتى هما تعطيو نكهه زوينه لهاد الكب كيك. غنزيد 20 مليلتر ديال الزيت، تقريبا واحد الربع ما كاملش ديال الكاس ديال العنبه. وغنخلط مزيان، وغنزيد هنايا الخليط ديال الحليب والجبن، وغنخلط جيدا. هنا ما درناش الزيت بزاف لان عندنا ديجا الجبن، يعني راه الدهون كاينين. وغنزيد هنايا الدقيق، عندي 125 غرام ديال الدقيق الابيض، ما يعادل كاس ونص ديال العنبه. وعندي خماره قيمه 8 غرام. بالنسبه للدقيق عبرته بكاس ديال العنبه اللي كيعادل 150 مليلتر، حقاش كاين ديال 200 مليلتر. ديك الساعه غنديروا تقريبا غير كاس. غنغربل مزيان هذا الدقيق مع الخماره باش يجينا الكاب كيك خفيف وما يكونوش عندنا تكتلات. ها انتم تشوفوا القوام ديال الكيك كيفاش كيكون. غنخلطو مزيان وغنخليه تقريبا واحد نص ساعه في الثلاجه. يعني الا بغيتوا الكاب كيك يجيوكم طالعين ويجيوكم خفاف، من الاحسن تخليو الخليط يرتاح في الثلاجه عاد باش ديك الساعه تكبوهم في الكاب ديالكم. يعني تقدروا تخليوه حتى ساعتين في الثلاجه، كل ما بقاو في الثلاجه كل ما كيجيو احسن. هنا من بعد ما دازت واحد نص ساعه تقريبا، غنجيب هنا نخلط الخليط مزيان قبل ما نخويه في لي كاب. وغنجيب هنايا نخوي جوج معالق تقريبا ديال الخليط في كل كاب. تقدروا تستعملوا المول اللي كيكون فيه 12، انا عندي هادو كبارين شي شويه عليهم. المهم تتعطيني تقريبا 8 حتى 9 ديال الحبات ديال الكاب كيك. غنكمل هكا حتى نعمر لي كاب ديالي. كيف ما قلت ندير غير جوج معالق ديال الخليط لان مازال غيطلعوا. وهنا غنجيب نزين شويه غير بال لوز إفيلي، تقدروا ديروا الفواكه الجافه، تقدروا ديروا جوز الهند ولا الكوك، يعني اللي متوفر عندكم واللي كتبغيوه، ولا تخليوهم بلاش. المهم هو انهم هما اصلا ناجحين وزوينين وكيجيو المذاق ديالهم لذيذ جدا. من بعد غندخلهم الفران اللي يكون سخون مزيان على 180 درجه. غنخلي الفوق والتحت شاعل عليهم باش يجيونا طالعين ومفشفشين. خصنا الفوق والتحت يكون شاعل، ما كياخذوش وقت بزاف، يعني ما بين 15 حتى 20 دقيقه كيكونوا طيبين ومحمرين. نخرجوهم، ها نتوما تشوفوا لي كاب كيك ديالي كيفاش كيجيو. نقلبوهم بكيغدون الا لقيناهم صافي طابو، نخرجوهم. غندهنهم شويه الناباج، تقدروا تدهنهم بكوفيتير ولا بالعسل غير باش يعطينا اللمعان. ها هما لي كاب كيك ديالي كيفاش كيجيو، كيجيو رائعين وناجحين. كنتمناكم تجربوهم. ما تنساوش ديروا جيم فيديو الى عجبكم، تشتركوا في القناه الى عجبتكم، تخليوا لي تعليق محفز، وتبارطاجيو الوصفه. والى فيديو لاحق ان شاء الله.